الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رفاق. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. البداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حاب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم. رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة ياريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حاب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية، واللي عنده تعليق مناشدة مشكلة يتركها ضمن التعليقات. إذا كفت وقت الحلقة احنا أكيد راح نقرأ بعض التعليقات، وإذا كانت تحتاج إلى متابعة يتم إرسالها لمراسلين حتى يتابعوها. شو راح يبدي من أخبار أهل المدينة؟ هناك خبر يخص المقدمين على سلفة من قبل وزارة التربية أو منتسبي وزارة التربية وكل الملكات التابعة إلها، بالتحديد مصرف الرافدين. اليوم هناك إيضاح، تعرفون هاي القضية بها تسديد ودفع وموضوع يعني يستمر لأشهر. فاليوم مصرف الرافدين أنطى توضيح كامل لهذه السلفة لكل من قدم عليها من ملاك وزارة التربية ولكل الملاكات أو لكل منتسبي وزارة التربية اللي مقدم على هذه السلفة. التوضيح إجا قال اللي مقدمين على سلفة 5 ملايين راح يكون كل شهر يدفعون القسط مالتهم 120 ألف دينار عراقي، واللي مقدم على 10 ملايين راح يتم تسديد 241 ألف دينار. هاي امتى تكمل؟ خلال 60 شهر. وطبعا التقديم مثل ما هم كانوا يعني متفقين مع المنتسبين الكتروني، مثل ما يعني انا اقول انه هذا افضل، لكن ما يمكن كبيره لانهم اصلا رواتب المعلمين هي اصلا قليله. فهذا هو الايضاح او هذا التفسير لمصرف الرافدين. مثل يعني اعيده، 5 ملايين اللي مقدمين سلفه 5 ملايين راح يسددون كل شهر 120 الف دينار عراقي، واللي مقدمين على 10 مليون راح يتم تسديد 241 الف دينار، وهاي كلها راح تصير خلال 60 شهر يتم الانتهاء من كل الاقساط. ما اعرف اذا كانت تفيدهم، انا اشوف انه هي 120 241 كبيره جدا على المعلم وعلى كل الكوادر، لان اصلا رواتبهم قليله وهم اصلا مقدمين على السلفه لان هم محتاجينها. يمكن ناس تريد تشتري بها سياره، واحد يريد يكمل بيته، لكن يعني المبلغ خاصه ال 241 كلش كبيره على المعلمين. عسى ولعل يكون هناك ايضاح اخر من مصرف الرافدين او فكره اخرى، لكن يبدو انه هم وصلوا الى هذا القرار النهائي، وبالتالي على المعلمين اللي ماخذين سلفة دفع المبلغ اللي هو 120 مثل ما قلت لخمس ملايين، وال 241 لجماعة العشر ملايين. يعني طيب. أكيد بالخمس ملايين هو ماخذ 5 ملايين من الحكومة يعطيهم أو يرجع ينطيهم أنه مليونين و200 فوقها فوائد، هذا رقم كبير جدا. يمكن راح يثقل كاهل الموظف، وبالتالي أنه يا ريت أنه يقللون عدد الأشهر، وأيضا يقللون موضوع انه التسديد، لانه 120 لل 5 ملايين اعتقد مبلغ هوايه، وال 240 ايضا هوايه. فنتمنى من وزاره التربيه يكون عندها تعاون مع مصرف الرافدين وبقيه المصارف اللي مشموله، واللي هي من قدمت العرض لمنتسبي وزاره التربيه باعطائهم هذه السلفه. نتمنى يكون اكو تعاون حتى الموظف انه ما يشيل هم السلفه ويشيل هم التسديد، لان يقول كان اذا اخذ 10 ملايين، واعتقد انه هي حسب الراتب، الراتب الاسمي اكثر من 500 الف يكون يعني يحصل على سلفه ال 10 ملايين، واللي جو ال 500 الف الاسمي راح يحصل على ال 5 ملايين. واكيد انه هذه التسهيلات نتمنى انه تقدمها وزاره التربيه لكل موظفيها حتى انه يحصلون على السلف بالكامل من اجل اقضاء بعض الاحتياجات اللي يحتاجوها سواء كانت شخصيه او عامه. نروح لموضوع اخر، راح نروح الى وزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي واللي هي مهمله بشكل كبير لموضوع الاقسام الداخليه في كل المحافظات العراقيه، اكثر من مره ناشدنا ووجهنا رساله الى وزاره التعليم العالي والجامعات او رئاسه الجامعات بكل المحافظات العراقيه، لكن لحد الان ما شفنا اي رئاسه قسم داخلي او اي رئاسه جامعه قدمت العون والمساعده لكل الطلبه اللي هم ساكنين بالاقسام الداخليه، سواء كان في فصل الشتاء او في فصل الصيف. بالشتاء انه ايضا لا اكو تدفئه ولا اكو وسائل للراحه، ولا انه الطالب الى واهز انه يدخل هذه الاقسام الداخليه بسبب الاهمال الموجود بها وتردد الواقع الخدمه. بالصيف وهم طلاب اكثرهم انه او اكثر الموسم الدراسي يكون بفصل الصيف،
والامتحانات النهائيه ايضا بفصل الصيف، وسهم عندهم امتحانات ومقبلين على شهر رمضان المبارك. الكهرباء مو تمام عندهم، اجهزه تبريد ما عندهم، يعني انه كلها قديمه وعاطله، طباخات ما عندهم، الحمامات رديئه جدا، وهذه الصوره احنا نشاهدها من القسم الداخلي الخاص بجامعه التقنيه الشماليه كليه تقنيه كركوك، واللي هم صار لهم فتره يناشدون الجهات المعنيه وعماده الكليه ورئاسه الجامعه، لكن لحد هذه اللحظه ماكو اي مسؤول قدم لهم يد العون والمساعده وبعث بطلب رسمي لقسم الصيانه حتى يجي للقسم الداخلي ويقدم لهم المساعده ويقلل من معاناتهم بتغيير الواقع الخدمي اللي موجود داخل هذه الاقسام الداخليه. نتمنى اليوم من وزاره التعليم العالي اذا كانت عندها مدراء خاصين او مشرفين خاصين على الاقسام الداخليه ينظرون بقضيه الاقسام الداخليه الخاصه بكليه تقنيه كركوك حتى يخلصون الطلاب من هذه المعاناه الصعبه والسيئه اللي احنا اليوم نشاهدها في فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره، واكيد عدد الطلاب داخل الغرفه الواحده كبير جدا، وحتى انه ما عندهم اسره كافيه، من المفترض انه كل غرفه يكون بها اثنين او ثلاثه حسب ما اعتقد او حسب انه التخطيط العالمي للاقسام الداخليه، لكن انه اليوم عندنا فوضى كبيره جدا، يمكن اكثر من 6 طلاب او 7 وحتى انه اكثر من 10 بالغرفه الواحده يدرسون، وايضا الاشياء اللي يحتاجوها داخل الغرفه هي مو كافيه وغير مجهزه بالشكل الصحيح. نتمنى انه نمد يد المساعده والعون لكل طلبتنا، لانه احنا نريد نرتقي بواقع التربيه والتعليم في العراق ونخلق جيل واعي مثقف مجتهد يحب الوطن ويحب الاختصاص اللي يدرسه، لانه كثير اليوم نشاهده من 2003 لحد الان ناس تعينت بغير اختصاصاتها، واللي احنا نشوفه ايضا اللي هو موجود عندنا بالحكومه العراقيه، واللي دائما ما نحكي احنا ضد فكره عدم احترام التخصص، لانه التخصص لازم انه اذا خليناه بغير مكانه انه ما راح يجدي نفعا ولا راح يقدم اي خدمه لا للدائره ولا للشعب باكمله. يعني اليوم مثلا احنا عندنا هواي من الوزراء اللي هم مثلا خريج تربيه يروح يصير وزير بالتجاره او وزير بالصحه وحتى وزاره الداخليه، فنتمنى انه من كل هذه الامور او من وزاره التعليم العالي انه تحترم التخصص وتعطي للطالب حقه ونحترمهم داخل الاقسام الداخليه وداخل الكليات والمعاهد والجامعات، حتى انه نرفد المسيره العلميه بناس او بجيل مثقف واعي كان يتعب ويجتهد من اجل ايصال لهدف معين وبالتالي الهدف المعين اللي هي توصله لهم وزاره التعليم العالي. فنتمنى ان تقدم الخدمات الكافيه لكل طلبتنا الاعزاء الموجودين في كل المحافظات العراقيه وكل الاقسام الداخليه الموجوده بكل المدن العراقيه. يعني ان شاء الله يكون هناك متابعه للموضوع، والمفروض يكون هناك صيانه دوريه للاقسام الداخليه، الوضع فعلا يرثى له، ونتمنى انه يعني ما بقى شيء امتحاناتهم، بالعطله يكون هناك ترميم، اعاده بناء، اعاده تاهيل، ونتمنى ايضا من طلبتنا المحافظه لان هاي ممتلكات عامه، اليوم انت بيها بعد كم يجوز السنه الجايه انت مو بيها، فلازم تبقى لاقرانك، مثل ما انت من اجيت حبيت انه يكون المكان نظيف وكل شيء مهيئ به من خدمات، المفروض انه انت تترك لغيرك ايضا المحافظه او تترك لغيرك انه يكون هناك مجال ومكان مريح ونظيف. طيب نروح الى موضوع اخر، نروح تدرون انتم يوم امس او احنا صار لنا شهرين نحكي بقضيه ابو عمر اللي فقد زوجته ام عمر واختفت من داخل مستشفى مدينة الطب، وقصتها صارت قضية رأي عام، لأنه احنا نقول انه شخص، وانا حكيت بما فيه الكفاية يوم امس وبكل حلقة تصير بها موضوع عن ام عمر من داخل المستشفى، شلون واحد يختفي حتى لو هو يطلع لوحده، ماكو واحد يدخل الى المستشفى ويطلع بكيفه، المفروض يكون هناك حتى خاصة هو مريض يطلع على مسؤوليته، المفروض يوقع على ورقة قبل ما يطلع، لكن تعرفون انه احنا في بلد للاسف تايه خاصه في مستشفياتنا الحكوميه. ابو عمر بحث كثيرا اكثر من مركز شرطه، ما حد مع العلم هي في خدمه الشعب، ما حد سمع كلامه، اضطر انه يرجع الى اهل المدينه حتى عسى ولعل نلقى له زوجته ام عمر، كما لقينا كثير من الناس المفقودين. القصه صار لها اكثر من شهرين، ابو عمر يبحث واحنا نبحث، بعدين اكتشفنا انه ابو عمر هو اتصل بينا وقال انا شفتها ضمن تتسول والظاهر يعني مع عصابه متنفذه تقوم بتوزيع النساء والرجال والاطفال في الطرقات حتى تتسول، حاولت انه اخذها النجده الموجوده والشرطه الموجودين ما خلوني منعوني، وكل هذه التفاصيل هو حكاها. وعدونا وزارة الداخلية بنفس اليوم الاهتمام بالقضية والبحث عن أم عمر ومحاسبة المقصرين. فعلا هذا صار، وإحنا أمس شفنا الاستطلاع أنه هناك كان استدعاء لأبو عمر أو استضافة خلينا نسميها،
وحكوا وقالوا له احنا ان شاء الله خلال 7 أيام نلقى لكم عمر. خلال اقل من 24 ساعه تقريبا احنا نعرف انه هي اصلا جاي تتسول في منطقه معينه بالقرب من جامع ملا حويش في بغداد، فبالتالي راحوا على نفس المكان وجدوها فعلا تتسول هناك. ام عمر هسه هي في رعايه ابو عمر بمنزلهم، يعني هاي نهايه القصه، لان امس انتم سمعتوها من خلال الاتصال مع مراسلنا سجاد. التفاصيل الاخرى الناس اكيد راح تسمعها من خلال التقرير، لكن هسه حاليا ام عمر راح تشاهدون ام عمر في حاله صعبه جدا، يعني حتى هي اضعف بكثير من الصوره اللي احنا كانت عندنا واللي نشرناها على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على الشاشه. ام عمر تعاني من حاله نفسيه صعبه للغايه، تحتاج الى رعايه خاصه، هي ساعه تعرف زوجها وساعه ما تعرفها، ساعه ترجع ساعه ما ترجع، محتاره بامرها، لان قلت لكم هي عندها ابن شهيد وعدها بنية توفت، فبالتالي هي هسه حاليا تعيش في أزمة نفسية حادة جدا وصعبة جدا. مبروك عودة أم عمر، وإن شاء الله يتم علاجها ورعايتها من قبل أبو عمر، ونتمنى إحنا دائما أن تكون الداخلية من غير ما إحنا نقلها أن تبحث عن الحقيقة وتبحث في إيجاد المفقودين، لأن هو هذا شغلها وعملها. ونتمنى أبو عمر أن يدير بالها المرة أنه لا تطلع أو لا، لأنه هي مثل ما قلت لكم كلش حالتها صعبة. نشوف التقرير ونتمنى أنه ما نشوف مثل هكذا حالات مرة أخرى في العراق. وصلت الأمانة؟ بعد الاستجابة للتقرير الذي بث من خلال قناة الشرقية حول قضية الأخ أبو عمر، وأيضا تفاعلنا معه وتوجيه سيد الوزير بمتابعة الشخصية لهذه القضية مع الأخ مدير النجدة، وأيضا حضور كان للأخ أبو عمر يوم الخميس الماضي إلى مديرية النجدة أثناء ما كنا نعقد المؤتمر الصحفي، وبالفعل شرع جهاز النجدة بعملية البحث والتقصي عن الحقائق، وتم التوصل من خلال تعب ومعاناة إلى الأخت أم عمر. وحقيقة يعني القصة هنا اختلفت، أم عمر تبين أنها فاقدة ذاكرة، هناك مشكلة نفسية نوعا ما فيها، وأيضا الادعاء الذي كان من خلال مع الأسف الأخ أبو عمر لم يكن هو دقيقا 100%، العكس عن ذلك، جهاز النجدة كان متواصل وكان خدوم، ويمكن حتى المواطنين الذين كانوا أثنوا على ما قام به جهاز النجدة وحتى الشرطة المحلية يعني استقبلت الشكاوي. أبو عمر أنا ذكر هي فاقدة الذاكرة. نعم، لا فاقدة الذاكرة، أبو عمر كان ادعاء أن جهاز النجدة هو اللي ساعدها على عملية التسول وكثير من التفاصيل السلبية التي ألبست إلى جهاز النجدة، وهذا طبعا غير حقيقي. أصابة التسول لكن النجدة منعته. لا بالعكس، يعني هو الظاهر كان يعني كان يحاول أنه يلملم الموضوع، لكن أشبه بأنه استخدم القوة تجاهها. على كل حال هنالك إجراءات أصولية في مركز شرطة مدينة الطب، واليوم احنا دورنا لحد هذه المرحلة سوف نستمر بتكملة الإجراءات القضائية والقانونية، أنه جهاز النجدة والشرطة هو جهاز تنفيذي، بذلك هنالك شكوى قضائية من خلال مركز شرطة مدينة الطب سوف يتم إكمال باقي الإجراءات. المهم نقول أنه نعم، شكرا لقناة الشرقية لأنها سلطت الضوء على قضية، وشكرا لأنها سوف تعطي المجال لجهازنا الأمني حتى يعبر بصورة حقيقية عن إجراءاته الحقيقية، وبالتالي الصورة توصل للجمهور أنه جهاز النجدة باقي في خدمة المواطن. الحقيقة بعد التقرير اللي قدمته قناتكم الموقرة شرعت مديرية شرطة نجدة بغداد بالتحديد من قبلي شخصيا بتشكيل فريق عمل متكامل، وتم الطلب بالحج أبو عمر وجلبه إلى مقر المديرية لغرض معرفة تفاصيل الحالة بالكامل. عند معرفة أخذنا استمعنا إلى أقواله بالكامل، تم جلب منتسبي الدورية المتواجدين في جامع الملا حويش اللي صار بها التباس. على أثرها طبعا تم إجراء التحقيق مع منتسبينه في ضوء التقرير اللي ورد بقناتكم وفي ضوء المعلومات اللي أدلى بها أبو عمر، وتم تشكيل لجان تحقيقيه بحق منتسبي الحين الوصول الى الحقيقه طبعا فيما ورد بتقريركم وبافاده ابو عمر. ومن ثم تم تشكيل فريق عمل وتم الاعاز الى احد الى ضابط الحقيقه امر القاطع المعني ضمن منطقه حي الجامعه باعطاء مهله 7 أيام لغرض جلب
اللي أم عمر، وفعلا وبجهود جبارة تم جلبها إلى مقر المديرية هذا اليوم حقيقة، وتفاصيل على تفاصيل كاملة طبعا على تواصل كامل ويا الضابط المعني، مختلف المناطق اللي افتروها حقيقة من منطقة إلى منطقة ومن زقاق إلى زقاق إلى أن هاي مواضيع تحقيقية نحتف يعني بها نفس. نعم 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 ما وجدوا على إصابات تسول؟ لا لا ما وجدوا إصابات تسول، لكن من قلت لك معلومات أمنية واستخبارية، لكن أنا لاحظنا حالتها يرثى لها يعني. نعم مريضة الذاكرة اليوم تم العثور على زوجتي اللي كانت مفقودة، وحسب توجيهات السيد مدير شرطة نجدة بغداد العميد محمد خالد استطاعت قوات أو دوريات النجدة من العثور عليها وتسليمها وجلبها إلى مقر مديرية شرطة نجدة بغداد، وهذه فرحة ما توصف، وهذا مما يدلل أنه على مهنيتهم بالعمل ودقتهم بالعمل وجهودهم اللي كان انه انطاهم السيد العميد مهله الى سب. ماذا اشوف الفرحه كامله عندك؟ ليش تعبان والله تعبت من الصبح ما نايم. الداخليه ايش قطتك مهله؟ الداخليه انطتنا مهله 7 أيام للعثور عليها، بس صار اقل من 24 ساعه تم العثور عليها وجلبها، وانا كانت هذه يعني سوى وزارة الداخلية كفت ووفت كفت ووفت، وهذا ظن الناس بها وظني بهم كان، وكان هذه فرحة يعني ما توصف، واني اشكرهم، اشكر السيد العميد انه ما قصر والدوريات ما قصرت بواجبها، وكان هذا يعتبر هذا عملهم ومهنيتهم ودقتهم وحرصهم على خدمة الناس وحرصهم على خدمة البلد، وهذا عهد الناس بهم وما قصروا والحمد لله، واني جدا فرحان انه عادوها الي الحمد لله والشكر، وانه ذكرت انه حالتها تعبانه، فهم شافوا انه انتبهوا على حالتها انه ذاكرتها ما ساعدها لسبب المده اللي طولتها انه كانت مفقوده بها، فاثرت عليها ما اعرف شنو، بعدين السياسه تبدي انه تقوم تسولف، بعدين من تتذكر تقوم شو مسوين وياها، حاكين وياها، وين ماخذيها، وين موديها، بس احنا بهالوقت نحاول انه نساعدها ونخليها على سجيتها، وأشكر أني كل من ساهم بهذا الموضوع. أخوك الولد بشرف أخويا لمركز شرطة باب المعظم على أصل الدعوة حتى نصير طرف ثالث منها من طرف شرطة العظم هي هاي الفرحة اللي كانوا كل المشاهدين ينتظروها. وزارة الداخلية مديرية نجدة بغداد وفت بوعدها، وخلال 24 ساعة وجدوا أم عمر مثل ما تلاحظون اثنينهم بجنبي، وحاليا احنا راح ننطلق ونوصلهم للبيت. وزارة الداخلية لمت شم الزوجين. لبرنامج اهل المدينة سجاد اكرام بغداد. طيب يعني الحمد لله على سلامة ام عمر، رغم انه هي واضح جدا انها تعاني من حالة نفسية كل الصعبة وفقدان الذاكرة، قلت لكم ساعة عرفة وساعة لا لابو عمر، مرة قبلت بالعكس قالت ارجع، ومرة تقول لا ما ارجع ورجعوني وين ما شفتوني، فهي هسه حاليا هي تعاني من حاله نفسيه سيئه. الله يساعد ابو عمر، لانه فعلا التعامل مع شخص فاقد للذاكره وفاقد ويعاني من حاله نفسيه سيئه، وهي كانت ايضا هاي الفتره هاي الشهرين واضح من شكلها، لان هي كانت اكثر يعني صايره كلش ضعيفه، فيبدو انه اكلها بعد متسوله بالشوارع، كانت فتره الشتاء وهسه احنا بالصيف وهي بالشوارع من مكان الى مكان ضمن عصابه، فش تتوقعون وهي أصلاً تعاني من مرض نفسي المفروض إلها عناية خاصة، رعاية خاصة، أكل خاص. إن شاء الله أبو عمر يستطيع، يعني نتمنى أن يكون عندهم أهل، لأنه ما شفنا أنه ما سألنا عن تفاصيل حياتهم الخاصة، لكن إن شاء الله يكون هناك من يرعى أم عمر، وإن شاء الله ما تتعرض لمثل هكذا موقف مرة أخرى، وعندما يذهب بها إلى المستشفى، وهي نصيحة لكل شخص يروح يراجع مستشفى حكومية، اللي يروح لا يروح بوحده، ياخذ وياه شخص ثاني، واحد يبقى حارس يم المريض وواحد هو يروح يجيب الدوالين، اول ثاني راح يجيبون الادويه من خارج المستشفى، فبالتالي واحد يبقى حارس ناطور والثاني يجيب الدواء، والا هم يصير مثل ما صار بام عمر وتختفي وتضيع وتعالوا دوروا عليها. فاحنا عايشين في بلد مثل ما قلت لكم ما بي قانون،
ما بي تايه ناس يعني هسه المفروض انه وزاره الداخليه تروح اول شيء تبدي من وزاره الصحه من المستشفى شلون طلعت قد يكون احد قد تعامل واخرج ام عمر لهذه العصابه هاي كلها تفاصيل الواحد يسال وين وين كاميرات المراقبه المفروض ان الداخليه تكون هناك يعني فتح تحقيق كامل الناس مثل ما شفنا احنا سيد سعد معا قال انه ماكو هالشكل شيء وما حضر ابا هسه يعني اذا ابو عمر هو التنازل عن حقه لان ام عمر رجعت له هذا حقه الشخصي بس الحق العام المفروض ما يسقط احنا ما نريد انه لا ضابط ولا شرطي ولا اي منتسب للقوات الامنيه يسيء للداخليه المفروض يكونون هم اعصابهم من ثلج مهما يفعل المواطن خاصه هو رجل كبير في السن هكل التفاصيل نتمنى ما تنعاد مره ثانيه وما نتمنى حد ينفقد وما نتمنى انه هذه المراره اللي شافها ابو عمر او غيره تنعاد مع اي شخص اخر واللي نتمنى ايضا انه نتخلص من عصابات التسول اللي موجوده في بغداد وفي كل المحافظات العراقيه اللي تقودها او اللي مسنوده على جهات حزبيه دينيه سياسيه غيرها اي جهه تكون انه لازم نتخلص من عندها بشكل كامل ونرجع بغداد مثل ما كانت في السنوات الماضيه تقاطعاتها وشوارعها الرئيسيه واسواقها خالية من موضوع التسول لأنه هذه عصابات التسول مو فقط أنه تأخذ الناس اللي فاقدين الذاكرة اللي مثل حالة أم عمر أو غير من الحالات لا أنه ممكن أنه تخليهم يفجرون يسيئون للوضع الأمني يخلون يسرقون هواي أشياء موجودة يمكن بالتقاطعات أو يلزقون أي شيء بالسيارات وإحنا ما شاء الله عندنا ازدحامات تطول ساعة ساعتين اللي تتحرك من التقاطع الواحد فنتمنى أنه من وزارة الداخلية والجهات المعنية تخلصنا من التسول بكل أشكاله في العراق وعلى الحكومة أنه تخطط بشكل جيد في المرحلة القادمة حتى أنه تقلل من نسبة الفقر اللي موجودة وما تخلي المواطن العراقي يضطر أنه ينتمي لمثل هذه العصابات حتى أنه يلقى له مكان يبات به ومكان أيضا يأكل به فهذا اللي نتمناه من الحكومة وإن شاء الله القادم يكون أفضل نروح لموضوع آخر واللي إحنا بين فترة وفترة في برنامج المدينة نفرح فرحة كبيرة من نشوف رمز رياضي انفتح بإحدى المحافظات العراقية وبديناها بملعب جذع النخلة اللي بالبصرة والمدينة الرياضية وكانت فرحة كبيرة لكل العراقيين لكن هناك منغصات صغيرة بسبب أنه عدم إكمال مراكز التسوق أو الفنادق بالقرب من هذه المدينة بعدها أنه أيضا كانت الفرحة كبيرة جدا بإنجاز ملعب كربلاء الكبير وأيضا بعد ما انفتح والحظر الرياضي رفع عن العراق وبدينا نشوف انه منتخبات عربيه ونجوم اجانب دخلوا لارض العراق حتى يلعبون وهذه فرحه للجمهور الرياضي ولكل الشعب العراقي سواء كان من محبي الرياضه او لا. في الايام القليله اللي مضت قبل يوم او يومين ايضا فرحنا بانجاز ملعب النجف. لكن المنغصات المرة كبيرة جدا وعلى وزارة الشباب والرياضة أن تكون واعية بقدر الإمكان لأنه على مدى الفترة الماضية ما كانت عندها أخطاء تذكر لكن هالمرة أنه هذا الخطأ كبير ويحسب على وزارة الشباب والرياضة بافتتاح ملعب النجف من غير إكمال أو من غير إنجازه بنسبة 100%. احنا كنا نتمنى انه الملعب ينفتح لاي سبب كان لاي غرض كان لكن انه بعد ما يكمل وينجز بشكل صحيح ويكون 100% لا ندخل الجمهور الرياضي الى الملعب ونشوف كمية كبيرة من المواد الخاصة بالبناء مرمية على اروقة الملعب والحمامات غير مكتملة وايضا بعض الاماكن المخصصه بالملعب هي غير جاهزه لاستقبال الجمهور الرياضي لافتتاح الملعب سواء كان في مباراه او بغير مباراه، فاليوم نتمنى انه من وزاره الشباب والرياضه تكون حريصه بقدر الامكان على هذه الرموز الجميله اللي قدموها لنا بالفتره الماضيه وهي مشكوره على كل ما قدمته سواء كان المدينه الرياضيه لحظر رفع الحظر عن الملاعب العراقيه، ملعب كربلاء واليوم ملعب النجف وان شاء الله انه نشوف الانجاز يكون اقوى وأكبر بالأيام القادمة ومن ضمنها أن العاصمة بغداد تكون لها حصة كبيرة بالملاعب حتى تستقبل المنتخبات وأيضا نشاهد منتخبنا العراقي يلعب على أرضه وبين جمهوره وبين ناسه لكن الخطأ كبير جدا ولا يستهان به ونتمنى أنه يطوننا فمبرر على الأقل أن يبررون لأخطائهم اللي وقعوا بها بالأيام الماضية بافتتاح الملعب واللي هو غير منجز 100% بسبب دعاية انتخابية أو بغيرها احنا ما نريد نذكر شنو التفاصيل واسم المرشح وغيرها اللي اجا واستغل ملعب النجف لافتتاحها بهذه الفترة نتمنى أنه الملاعب الرياضية أو الرياضة بأكملها بكل مفاصلها أنه تكون بعيدة عن السياسة وبعيدة عن ترويج دعايات انتخابية للسياسيين هذه الرياضة حب وطاعة واحترام وأخلاق أيضا والكل يعرفها ف
فالسياسة هي بعيدة كل البعد عن المفردات اللي ذكرها، فما نتمنى أن يكون أكو دمج بين السياسة والرياضة. كونوا بعيدة، والرياضة خليها لجمهورها، لمحبيها، لناسها، للجمهور الرياضي اللي متعطش فعلاً لفرحة وجود ملاعب كبيرة وعملاقة مثل ملعب كربلاء والنجف والبصرة، وإن شاء الله أنه الأيام القادمة تكون عندنا ملاعب كبيرة جداً. وزارة الشباب والرياضة هذا خطأ، يمكن غطى على كل الإيجابيات اللي قدمتوها بالأيام الماضية. نتمنى أن ما تقعون بنفس الأخطاء، وأمنا وأمل الشعب العراقي كبير جدا بهذه الوزارة لما قدمته للجمهور الرياضي وللشباب العراقي. طيب، يعني يمكن رأفت حكى بقضية مهمة نرجع نكررها. احنا برنامج أهل المدينة دائما قبل الانتخابات وبعدها، يعني هاي الصور لو قبل 6 اشهر كان ايضا عرضناها، لو بعد 6 اشهر ايضا نعرضها. القضية ما تخص اي يعني اي شيء يخص الانتخابات. اللي يشتغل صح صح نقول عليه صح، واللي يشتغل غلط غلط احنا نقول عليه غلط. هاي قضية مهمة، وايضا يعني لازم نحكي بموضوع مهم حقيقه. احيانا واحد يكون تصعد عنده الحماوه، فيعني يريد يفرح ويفرح الناس، وجوز مو همه او هدفه سياسي او انتخابي، فمن تصعد عنده الحماوه يبدي ما ينتبه ويركز. احنا نتمنى من الشخص من يمشي صح والناس حابه هذا الصح يبقى يستمر ويتابع، بالعكس يصير حريص على ان تكون كل صغيره وكبيره كامله. ليش؟ حتى ما يترك للناس اللي ضايجة منه، اللي تغار منه، اللي تكرهه مثلا، أو اللي تريد تصيد بالماء العكر، أنه تحاول تنتقص من هذا النجاح. إحنا فرحانين جدا أن يكون بهذا الوضع اللي إحنا عايشين به، أنه هناك ملاعب وأنه الحظر إن شاء الله، وهذا شيء مهم. لكن نفس الوقت الناس هم من حقها تشوف شيء كامل. أكو ناس صادت بالماء العكر يوم أمس، وأكو ناس لا انتقدت من المحبة يعني. فأهل النجف من راحوا أو غيرهم من المشجعين او المحبين للرياضه تفاجئوا وقالت ليش يعني الملعب المفروض الملعب باكمله، ليش هاي الاشياء اللي شفناها احنا مواد البناء واشياء غير كامله واشياء على السريع تم انجازها حرامات، هذا شيء بقى بصمه لسنوات عديده لمئات السنين، فالمفروض انه يكمل بشكل صحيح حتى يبقى هذا الانجاز. هسه ليش حرامات صارت تغرب بحيث نسينا احنا الشيء الايجابي وهو بناء ملعب ورفع الحظر، وانشغلنا بقضيه قد تكون هي المفروض تكون ثانوية لكن هي رئيسية ومهمة. إن شاء الله يكون هناك اهتمام ما نقع بهذه الأخطاء، ونتمنى يكونون السياسيين على قدر كبير من المسؤولية، لا تغريهم ولا تأخذهم قضايا الانتخابية، أنت من حقك لكن مو على حساب العمل ولا على حساب الوزارة ولا على حساب الوطن ولا على حساب سمعة البلد ولا على حساب الجهد والتعب اللي قدمه حتى غيرنا، مو شرط انه يكون سياسيين. احنا جايين نشوف هسه حاليا هناك اصطدام كبير بين السياسيين، هناك تسقيط سياسي يعني احيانا يوصل الى مخجل، تسقيط بالشرف، وهذا موضوع حيل 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 مؤثر. يعني اكو ناس جاي تستغل يعني المرشحين خاصه الكبار او القوائم الكبيره، للقوائم الكبيره كلهم يعني نحكي عنهم، اكيد عندهم مرشحين ومرشحات بيهم جدد وبيهم قدامه، بداوا يطلعون اشياء وفضائح قد تكون صحيحه وغير صحيحه، وقضايا يعني وكانما وتكون صفحات مموله حتى ينتشر الموضوع بشكل اكبر. هذا عيب. اعتقد السياسي المفروض يكون على قدر كبير من المسؤوليه تجاه وطنه. انت من تفضح انسان او انسانه انت تفضح وطنك. احنا صرنا سمعتنا، شوفوا البرامج يعني على بعض القنوات العربيه اذا متابع يضحكون علينا وحرامات، شوفوا المرشحين، شوفوا المرشحات، شوفوا العراقيين، شوفوا الانتخابات. هاي قضيه حزب النفس، احنا بيناتنا صح، احنا رقعتنا كبيره لكن خليها بيناتنا. ليش هذا التشهير بطريقه لا اخلاقيه بين المرشحين؟ اكو مرشحين جاي يستغلون منصبهم السياسي ويروحون يزورون المحافظات والمدن ويجبرون الناس على انتخابهم او الترحيب بهم. هناك فوضى جاي يصير، هناك بعض الاعتقالات جاي يصير هنا وهناك. اذا الشباب حكوا بطريقه بشفافيه وحريه امام السياسي، بالعكس المفروض السياسي يفرح انه هذا ما خاف من عندك، هذا معناته يحبك ووصل لك ويريد يوصل صوته، ما خاف منك. احنا راح زمن الخوف. فالناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن كل الناس القريبين او المحللين القريبين من الحدث السياسي يقولون هناك ناقوس خطر يدق حريه التعبير ويدق على الديمقراطية والشفافية، والناس راح ترجع إلى زمن الخوف. خلي المواطن يحكي، خلي يهتف، خلي يطلع اللي بقلبه، وتالي بعدين إحنا المفروض نصحح الأخطاء. فإن شاء الله أن السياسيين يعرفون يلعبونها صح، بطريقة مهذبة، بطريقة حقيقية، بطريقة صحيحة، وإن شاء الله نشوف انتخابات شفافة
ترى يعني احنا شفنا مثلا لبنان كانت مثال سيء للانتخابات، هناك فوضى واتهامات، ان شاء الله احنا العراق لا نضرب مثل رائع بالانتخابات الجايه. يعني هو يمكن قبل الختام ولو دقيقه واحده، يمكن انه موضوع التسقيط السياسي اللي موجود ما بين السياسيين مو فقط انه الناس بدات تسقط بناس، ولا انه وصلت لمرحله القتل، بل وصلت انه هم يسقطون نفسهم بانفسهم من خلال ارتقائهم على منابر وتقديم كلمه للشعب العراقي. يمكن خطاباتهم كلها مريضه بها سم، يعني كل من ينظر بطريقته الخاصة وكل من يحكي بلسانه وبأصله، يعني لأنه للأسف أنه إحنا عدنا هيك سياسيين يمثلونا على مدى السنين الماضية، نتمنى أنه ما نشوفهم بالأيام القادمة. هم معروفين بيناتهم أنه بدأ واحد يفضح الثاني على مبالغ وعلى أنه تقديم دعاء انتخابية وغيرها من المواضيع، فنتمنى أنه القادم يكون أفضل، وعلى الشعب أنه يختار الشخص الجيد والمناسب بيخليه بالمكان المناسب بعيدا عن كل المحسوبية والمنسوبية، وهذا من عشيرتي وهذا من طائفتي وهذا من مذهبي. نتمنى أن نتخلص من هذه المواضيع إن شاء الله. طبعا هناك الكثير من المواضيع إن شاء الله نأخذها بالحلقات القادمة. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام.